أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين لما لهما من جذور تاريخية مشتركة. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس النواب الكازاخي يرلان كوشانوف، حيث يزور كازاخستان على رأس وفد برلماني رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي. وأوضح عبد الرازق أهمية زيادة أعداد السائحين الكازاخيين إلى مصر، مشيرا إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الكازاخي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات الأخرى مثل استراتيجية مصر 2030، مؤكدا على استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التي تشهدها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.